السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فيسرني أن أقوم أمامكم لألقي كلمة الصباح موضوعها مسؤولية الأبناء نحو الوالدين. أيها الإخوة والأخوات الكرام، لقد جعل الله الإنسان بأنه اجتماعي بطبيعته، فلا يعيش منفردا ولا يولد من عدم، وإنما أنجب من قبل الوالدين. ولذلك من سنة الله وكرمه على الإنسان أن هيأ له من يرعاه ويقوم بحمايته منذ الحمل حتى يرى نور الحياة، وأناط بهذه المسؤولية العظمى على الوالدين احتراما وتعظيما لمكانة الوالدين. فقد قرن الله تعالى طاعتهما بطاعته، وأوجب على الولد برهما والإحسان إليهما، لا لكونهما سبب وجوده فحسب، بل لأن الله تعالى أوجب طاعتهما وجعل عقوقه من أكبر الكبائر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات الكرام، قدم الوالدان نفسهما من أجل سعادة الأولاد نفسا ومالا ووقتا، ولذا أمر الله الأبناء بطاعتهما عدا التي بها معصية للخالق سبحانه وتعالى. فللوالدين قيمة عالية عند كافة الأمم، وذلك لما يبذلانه في سبيل راحة أبنائهم. ومن المعروف أن بذل الوالدان بذل مستمر منقطع النظير، فقد أمرت الشرائع السماوية الأبناء ببر الوالدين والإحسان إليهما حتى فيما لا يغضب الله تعالى، حتى لو بدر منهما أي تصرف سيء. الوالدان هما أقرب الناس إلى أبنائهم، وهما أحق الناس بالرعاية والحماية، لأنهما يضحيان بكل ما يملكان. فقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تدعو إلى ذلك، قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورة الإسراء الآية 23 إلى 24. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، الابن البار الصالح دائما يقدم أحسن خدمات وأفضلها طاعة وإجلالا وتكريما لمنزلتهما الرفيعة، ولا يفوت عليه أن يستطيع لتنفيذ أوامر الوالدين، محاولا تلبية سد حاجتهما، ومنفقا عليهما في كبر سنهما أو عجزهما عن العمل. وعلى عاتق الأولاد معاملة حسنة نحو الوالدين. ومن أوجه المعاملة الحسنة إدخال السرور في قلبيهما، وعيادة الأبوين في حالة المرض، والدعاء لهما بالخير في كل لحظة، والتلطف في الكلام وعدم إيذائهما قولا وفعلا. فقد أخص الله للأم الطاعة والبر لها نظرا لأنها تحملت مشقة عديدة
عند الحمل والرضاعة. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، فأي الناس أحق بالتبجيل والتقدير والتعظيم سوى الوالدين؟ أنهيت كلامي هذا بقول، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.